بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم اليوم إن شاء الله بنفس الكلام البسيط المبسط، الكلام الواضح عن مرض الملاريا وعن الملاريا الخبيثة. الكلام حيكون عن تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة وعن توضيح لما هي الملاريا الخبيثة. الملاريا زي ما معروف هو مرض بسببه جرثوم اسمه أو كائن أول اسمه البلازموديوم. والبلازموديوم ده عنده كم نوع؟ عنده 4 أنواع مشهورة وكبيرة معروفة، يهمنا منها 2 هم المنتشرين عندنا كثير بصورة كبيرة جدا. واحد فيهم بيسموها السودانية الفالسيبرام دي الخبيثة، والثانية اللي بيسموها الملاريا الحبشية في الوقت الحالي ده. ده اللي بيهمونا أكثر عنهم كسبوا لنا الملاريا العادية دي البسيطة أو الملاريا الخبيثة. طيب، معروف الناقل هو الباعوض، ومعروف هي أنثى الأنوفيليس، ومعروف إنها هي بتعيش وين؟ الحتات الموية الراكدة، الحتات المظلمة، الحيات زي دي. وطرق المكافحة معروفة يعني في كتب المدرسة أظن مذكورة. فيبقى نحن نخش الموضوع اللي هو ما هي الملاريا الخبيثة أو الملاريا الوخيمة. الملاريا الوخيمة هي ملاريا يعني تسبب بواحد من 2، يا إما الملاريا الفالسيبرام يا إما الملاريا الحبشية اللي هي الفيفاكس، فالسيبرام أو فيفاكس. طيب، لما نعرفك تعريف بنقول هي حالة مهددة للحياة يسببها بلازميديوم فيفاكس أو فالسيبرام زائد واحدة من الأعراض الآتية. الأعراض دي مهمة جدا لأنه معظمنا نحن في كسودانيين بنسبها للكينين. الزول يقول لك من الدول كينين، جاء فشل كلوي من الدول كينين، حصل له تحلل في الدم من الدول كينين، ما بعرف حصل له، جاء صفار في عيونه. فعشان كده مهم نعرف العلامات أو الأعراض والعلامات اللي بتخلينا نقول دي ملاريا وخيمة شنو، كويس، عشان نفرق ما بين الآثار الجانبية للكينين كعلاج أساسي وما بين المضاعفات اللي بتحصل من الملاريا. يبقى التعريف هي ملاريا أو هي حالة مهددة للحياة يسببها بلازميديوم فالسيبرام أو فيفاكس زائد واحد من الأعراض الآتية. طيب، الأعراض الآتية دي شنو؟ نحن لو مسكنا من فوق بنلقى تشنجات متكررة. يعني أي ملاريا مع تشنجات متكررة دي ملاريا خبيثة أو ملاريا وخيمة. أي ملاريا مع فقدان وعي، الزول بيقى ما واعي، فقدان في الوعي، يبقى دي برضو ملاريا وخيمة. أي ملاريا أثرت على القلب، الملاريا ممكن تأثر على القلب، ممكن تعمل فشل في القلب، ودي تبقى واحدة من علامات الملاريا الوخيمة. ممكن تعمل موية في الرئتين، تأثر على ضيق، تعمل ضيق نفس وموية في الرئتين، ودي تبقى واحدة من الملاريا الخبيثة. ممكن تعمل يرقان تحللي، يرقان تحللي يعني يصير صفار في العيون. ممكن تعمل فقري دم تحللي، يعني الزول يبقى شاحب ودمه بسيط، وده ممكن برضه يأثر على القلب بطريقة تانية. ممكن تعمل فشل كلوي حاد، يعني عشان زول ما يجي ملاريا يكون راقد 7 أيام ملاريا خبيثة وراقد في البيت وأصلا ما دعم له فحوصات، ويجي المستشفى يدو أول جرعة للكينين وتطلع فظيفة الكلى تكون في فشل كلوي، يقول لك طوال الكينين عمل له فشل كلوي. فيبقى الفشل الكلوي ممكن يكون جزء من الملاريا نفسها، واحد من مضاعفات الملاريا. ممكن تعمل حاجة اسمها بلاك ووتر فيفر اللي هي يعني تحلل الدم داخل الأوعية ويحصل لنا الدم يكون البول يكون متغير، البول يكون لونه متغير نتيجة نزول الهيموغلوبين نفسه في البول. فيبقى دي برضو واحدة من المؤثرات على الكلى. ممكن تعمل لنا نزيف تخلي الدم ما يتجلى، تحصل نزيف مستمر. ممكن ترتفع فيه الحمى تصل أكثر من 41. ممكن يرتفع فيه معدل البلازميديوم نفسه، تركيزه فيه يكون مرتفع لحد معين، ده برضو بيدينا علامة إنه هو ده ملاريا خبيثة. ممكن يحصل انخفاض في سكر الدم، وممكن يحصل انخفاض في الضغط، ودي دائما واحدة من الحالات الخطيرة شوية لأنه يكون معاها حالة التهابية وتسمم في الدم لما يحصل انخفاض في الضغط أو حالة الصدمة. ممكن يحصل معاها حاجة اسمها الحماض استقلابي، حماض استقلابي، وده الزول حيكون بيستفرغ بيستفرغ بيستفرغ. ممكن يحصل معاها تكسر في صفائح الدم، في الصفائح الدموية اللي هي بتهتم بالتجلط. ممكن تفجير الملاريا نفسها الزول يكون ما قادر يقيف على حيله، يعني يكون أطرافه ما قادر يقيف، رجلينه ما شايلينه، دي برضو واحدة من علامات الملاريا الخبيثة.
فيبقى دي كلها الحاجات دي كلها مجتمعة، أي واحدة منهم مع ملاريا، ونقول ملاريا هي تسبب فارسيبرام ولا الفيباكس ومهددة للحياة، وواحد من الحاجات دي ملاريا وخيمة. لما نقول مهددة للحياة الكلمة دي مهمة شديد، يعني إذا زول عنده ملاريا خبيثة يعني ممكن تكون هي سبب مباشر للموت للوفاة. عشان كده الموضوع ما هينا، ملاريا خبيثة ما هي الموضوع على هينا، عشان إحنا تاني نرجع للعلاج البلدي نقول نعالجها بالنيم وبالحلبة وبصفق النيم شجر النيم ولا بنفتفت زي ما بقول ولا بالبصل ولا غيره. الملاريا الخبيثة هي مرض مهدد للحياة، ممكن يقود للموت مباشرة، ودي الأعراض والعلامات الأكثر. طيب كيف نشخص الملاريا الخبيثة؟ بنشخصها بالأعراض والعلامات زائد الفحص، زائد فحص الملاريا، الفيلم بتاع فحص الملاريا، لأنه هو برضو بحدلنا نوع البلازميديوم يعطي فيهم عشان نقول دي ملاريا خبيثة ولا ما خبيثة، وحدلنا كثافة البلازميديوم في الدم. طيب يبقى التشخيص، نحن محتاجين نفحص، محتاجين ناخذ التاريخ المرضي، محتاجين نعمل كشف سريري، محتاجين نعمل الفحوصات. الفحص عشان نشخص الملاريا هو الفحص الملاريا، لكن يبقى بالمضاعفات اللي قلناها قبل دي كلها نحن قد نحتاج نعمل فحوصات تانية لمريض الملاريا الخبيثة، محتاجين نقيس سكر الدم عشان يكون عنده انخفاض، محتاجين نفحص وظائف الكلى عشان ممكن كار الملاريا تعمل لنا انخفاض في وظائف الكلى، محتاجين نفحص البول عموما لانه ممكن نلاقي هيموجلوبين في البول والبول يكون متغير في لونه، وهكذا. يعني في فحوصات تانية بنعملها اللي هي عشان نكشف المضاعفات اللي هي حصلت، إذا ما حصلت يعني نحاول نتجنب إنها تحصل، نوقع المريض من إنها تحصل، وإذا حصلت نعالجها. طيب علاج الملاريا الخبيثة مفروض يكون في المستشفى، الملاريا الخبيثة مفروض تكون في المستشفى. هي في أول حاجة بتهم بها مفروض تكون هو استقرار الحالة العامة للمريض، التنفس والدورة الدموية ومجرى التنفس يكون فاتح، دي الحياة الأهم أولا. بعدك إذا في تشنجات، إذا في فقدان، إذا في صدمة فقدان سوائل دي كلها مفروض تتعدل، الحمى العالية مفروض تتنزل، إذا في فقر دم مفروض يأخذ دم، إذا حصل تحلل في الدم، إذا حصل تحلل أو نزيف مفروض نعالج النزيف، فيبقى بنعالج المضاعفات اللي هي ممكن تؤدي للوفاة دي. بعد ذاك العلاج اللي هو الخيار الأول هو والخيار الأمثل هو الكينين، خيار أمثل بالذات في الملاريا الدماغية اللي هي معها فقدان وعي وتشنجات متكررة، أو حقن الأرتوسينيت الموجودة حاليا. ونسأل رب السلامة والناس تحاول تتبع سبل السلامة أو الوقاية، لأن الوقاية خير من العلاج. وجزاكم الله خيراً.